أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. كيف نتأسى بعلي عليه السلام مجملا، ثم نختم الحديث في خصوص ما ينبغي في تعاملنا مع الأيتام. أخواني، القضية قضية الجامعية، أن يكون الإنسان متميزا في صفة. أنا شبهت المتميز في صفة دون باقي الصفات بجنين له رأس لا يتناسب مع رجليه وقدميه، يقال هذا الجنين مشوه، رأسه أكبر من يديه، يديه أكبر من رجليه. هذا التشوه الباطني نعم يجعل هذا المخلوق ناقصا. البعض منا قد يكون كذلك في عالم الأرواح، يعني ينمو في جانب ولا ينمو في جانب آخر. هذه الروح لا تكون روحا كاملة، فيها نقص. البعض يغلب عليه الجانب الفردي العبادي، همه نفسه. أنتم تعرفون قصص نعم عباد بني إسرائيل. قبل أيام كنت أتناول هذه الآية من الآيات المشكلة في القرآن الكريم، وقل من فكها بشكل جيد، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. كيف هي رهبانية مبتدعة وكيف كتبناها؟ هنا أبحاث تفسيرية. المهم، الرهبان نعم أصل حركتهم كانت بنية جيدة، الانقطاع إلى الله عز وجل، ذهاب إلى أماكن الخلوة، رؤوس الجبال إلى آخره. ولكن هؤلاء الرهبان تركوا وظيفتهم الاجتماعية، ما قارعوا جبابرة زمانهم. عيسى يقال نبي الصلح والسلام، هذا المعنى لا نقبله. النبي عيسى كباقي الأنبياء، وعندما ينزل نعم في آخر الزمان مع إمام زماننا يعمل ما يعمله إمامنا. إمامنا أيضا يحارب داعي للسلام، وفي نفس الوقت وأنزلنا الحديد، يعني عيسى عليه السلام يجلس جانبا يدعو للسلام وإمامنا يحارب. هكذا الظن، الإمام إمامه، إمام عيسى عليه السلام يصلي خلفه. المهم، الرهبان هكذا انحرفوا عن الطريق، فصار همهم أنفسهم، هذا نمو غير متوازن. والبعض لا يهتم بالجانب الاجتماعي، همه الغير، همه السياسة، همه الكياسة، همه الأحزاب، همه أن يترشح، أن يحصد الأصوات إلى آخره. فإذا وصل إلى ما وصل نسي ما كان يعد به الجماهير، هذه قضية معروفة. إذن لا أن نكون في الجانب الفردي متميزين، ولا أن نكون في الجانب الاجتماعي متميزين. أنا عندما أريد أن أستدر الدمع على سيد الشهداء لست في مقام النعي الآن، ولكن هذه الجملة مبكية. في يوم عاشوراء عندما نظروا إلى جسد الحسين عليه السلام رأوا شيئا غريبا. الآن الجراح في صدره، موضع السهام والنبال، الإمام كان يقاتل، ولكن الغرابة أين؟ عندما نظروا إلى ظهره فوجدوا في ظهره بعض الآثار، بعض الجراح،
قل بعض الآثار سألوا إمامنا زين العابدين عليه السلام ما هذا الأثر على ظهر الإمام؟ الصدر علمنا موضع السهام والسنان، قال هذا أثر الجراب الذي كان يحمل به قوت المساكين والأيتام. معنى كلامه تلك الأيام، نعم كان أحدهم يحمل القوت في جرابه. الإمام الحسين عليه السلام لحظة من قيامه في الليل تسوى الدنيا وما فيها الحسين ومناجاته، ولكن يقتطع قطعا من ليله ليطرق أبواب اليتامى والمساكين، وأنت بكل ارتياح تضع مبلغا في صندوق في غيره، القوم يتحملون التبعات. إذن أعرف قدر نفسك، حاول أن تجمع بين العالمين. في الليل صافون أقدامهم وصف المتقين على لسان إمام المتقين صلوات الله عليه، وأما في الليل فصافون أقدامهم، وأما في الليل نعم هؤلاء أسود النهار ورهبان الليل. إذن هذا هو الدرس العملي الذي نستفيده من حياة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الألوان مجتمعة في حياته الشريفة، جمعت في صفاتك الأضداد، ولهذا عزت لك الأنداد. عادة الشجاع البطل الذي له قوة غضبية تتجلى في عضلات بدنه، هؤلاء عادة نعم لا يؤثر منهم الرقة واللطافة الباطنية. أريد أن أذكر لكم صورا من حياة صاحب هذه الليلة، ولكن تعرفون عندما هم بقتل عمرو بن ود ذاك تجاسر على إمامنا، الإمام قام وأخذ جولة في الميدان ثم رجع وقضى عليه. قيل لما يا علي؟ قال يعني كان قتلي له انتقاما لذاتي لغضبي، أردت أن يهدأ غضبي ثم أقتله، ثم أقتله لوجه الله عز وجل. أيضا الشجاعات تمازجت مع الحلم، عبادته في الليل تمازجت مع نشاطه في النهار. هذه الرواية أبو الدرداء معروف الرواية، قالوا جاء إلى فاطمة عليه السلام قال يا فاطمة ما تعني؟ تعجب، رأى فاطمة لم تتغير، موت علي يا له من خبر مفزع، ولكن فاطمة قال هذه هي الغشوة التي تعتريه، المقشى عليه كالميت. إذن في العبادة هكذا، في التعامل الاجتماعي هكذا، في الشجاعة هكذا، وفي العلم وغيره. إذن درسنا لهذه الليلة، انظر إلى كل الخواص، تذهب للطبيب فيك مرض، تذهب للمختبر يقول كل شيء فيك سليم، عندك نقص في المادة الفلانية، هذا النقص في المادة الفلانية جعلك سقيما ومريضا. في شهر رمضان في ليالي القدر المباركة كما يقال اعمل مسحا ضوئيا، ليلة القدر الملائكة تنزل، إمام زمانك ناظر، سل الله عز وجل أن يريك واقعك، الهج بدعاء الجوشن بالصلاة بالزيارة، ولكن الليلة فيها رحمة. قل يا رب هذه الليلة بصرني عيوبي، إذا أراد الله بعبد خيرا أو إذا أحب عبدا بصره بعيوب نفسه وزهده في الدنيا وفقهه في الدين. حاول أن تسأل ربك أن يريك واقع حالك، اللهم أرنا الأشياء كما هي، هذا مضمون الدعاء. لا يهمني نفوس الغير، بعض الناس يحب أن يصل إلى أسرار العباد، يعلم ما في نفوس الخلق،
ما لنا وهذه المزية؟ ابحث عن نفسك، ما لك والكشف عن أسرار الآخرين؟ إذا أحدنا رأى أحدا ينبئ عن المستقبل، يكشف الواقع إن كان صادقا، تقول ما أعظمه. الأعظم من اكتشف نفسه، هذه لها ثمرة عملية. أن تكون جاسوسا على العباد، تعرف أسرار العباد، هذه منقبة كبرى، أن تعرف نفسك. ومن عرف نفسه فقد عرف ربه. هذه ديباجة، الوقت قصير، لا نريد أن نطيل عليكم. وأما الأيتام واليتامى، أنتم تعرفون سورة الدهر، سورة علي وفاطمة، حتى كبار مفسري العامة رأيتهم يقولون في سورة الدهر رب العالمين ذكر أنواع النعيم في سورة الدهر، ترون نعم الجنات والأنهار إلى آخره، ولكن في سورة الدهر أو الإنسان ليس فيها ذكر للحور العين. يقولون احتراما لفاطمة صلوات الله عليها، رب العالمين ما أشار إلى الحور، أي حور في جوار فاطمة صلوات الله عليها. إذن سورة الدهر سورة علي عليه السلام وفاطمة، وأنتم تعرفون ما جرى عليهم. اسمحوا لي في أواخر حديثي في هذا المجلس المبارك بعض الدروس واللفتات. فالشهر شهر القرآن الكريم، كلنا يمر على هذه السورة ولو مرة واحدة، إذا ختم القرآن مرة، إذا مرتين يقرأها مرتين. حاول أن تعلم أسرار بعض أسرار هذه السورة ببركة المنبر. أقول لكم بعض اللفتات، ما معنى قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا؟ أولا ما معنى على حبه؟ هناك رأيان تفسيران، أن تختر أحدهما. التدبر في القرآن وظيفتنا جميعا، تبيان لكل شيء بلسان عربي مبين. البعض يقول على حبه، مرجع الضمير إلى الطعام، لأن هؤلاء بلغ بهم العطش والجوع، ما بلغ عن الجوع بالخصوص، كانوا يفطرون على الماء، لكن 3 أيام إنسان لا يأكل أبدا. قبل أيام رأيت أحدهم في كربلاء قال أنا ما أكلت منذ 3 أيام الآن لغرض. طبعا نهيته عن ذلك، حقيقة يكاد ينهار يتكلم وهو كأنه في عالم آخر. 3 أيام نعم صام ولم يشرب إلا الماء. فماذا جرى على أهل البيت عليهم السلام؟ يقولون على حبه، يعني على الميل إلى الطعام. ولكن هناك رأي آخر يقول على حبه لا يناسب علي وفاطمة. الحب لا يقال للطعام. لو قال على الميل، لو قال مثلا يتوقون إلى الطعام ممكن، أما على حبه هذا لا يليق، إلا أن نقول على حب الله عز وجل. ويؤيده ما في السورة أيضا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذن الإنفاق العلوي الفاطمي، وأيضا نقول الفضي، لأن فضة أيضا كانت معهم. على كل، هذا الإنفاق يصبح خالدا. أقراص من الخبز أنفق في تلك الفترة، نزلت سورة من القرآن تتلى إلى قيام الساعة. علي عليه السلام أعطى خاتما مميزا، إنما وليكم الله، وقدم الخبز المميز. سورة الدهر رب العالمين خلد ذكره في كتابه. إذن ما هو الدرس؟
انظر إلى النية، لا تنتظر جزاء ولا شكورا، اجعل عملك لوجه الله واستر عليه. هذا البعض يعمل لوجه الله ثم يمدح، يقول في قلبه: اللهم أنت أدرى مني، اغفر لي ما لا يعلمون. يتمتم في قلبه: يا من نشر الجميل وستر القبيح، خيري ظاهر وشري باطن. كن هكذا عندما تنفق. لو أنشأت مجمعا سكنيا بآلاف البيوت، أيضا هذا المعنى اجعله في بالك، لا تمن على الله ورسوله. المنة لله حيث وفقك لهذا الأمر. ولهذا إذا جاء أحدكم لهذه المؤسسة المباركة ساهم بأمر ليبالغ في الشكر، الإخوة لهم حق عليك، أخذوا طابوقة وجعلوها في مجمع موقوف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن هذا درس في هذه السورة المباركة. درس آخر: نلملم الحديث ويطعمون الطعام على من؟ يتيما مسكينا ويتيما. طبعا الآن المسكين قد يكون أيضا غير مسلم لا بالضرورة، اليتيم كذلك. الآية لم تقل يتيما مسلما بتعبير القوم مطلق أعم، ولكن الأسير في زمان النبي يعقل أن يكون أسيرا مسلما مختطفا كما في زماننا هذا، أعوذ بالله. إذن الثالث كافر قطعا، والأولان لا نقطع بإسلامهما. البعض يقول يتيم مسلم من أين؟ يقول مسكين مسلم من أين؟ الآية مطلقة. أحتمل أن الأولان ممكن يكونوا من غير المسلمين، ولكن الثالث لا شبهة في أنه غير مسلم. هذا عطاء علي. وصل إلى أين؟ غير المسلم يأكل قوت فاطمة. خب نعم، لا قوت فاطمة، خبز فاطمة، خبز فاطمة، خبزها وخبزها. خبزها يعني طعامها، وخبزها يعني طبخها وعم إعدادها لهذا الخبز. المال مال علي، وأي مال أحل من مال علي؟ لو أن هذه القطعة من الخبز بقيت عندنا اليوم لما قدر بثمن، وإذا بهذه الخبزة تدخل في جوف كافر. لا أدري نصرانيا مسلما مشركا، المهم هذه سعة لطف عليهم صلوات الله عليه. هذا لو تكفلت يتيما غير مسلم أيضا هذا له وزنه، لو ساعدت مسكينا غير مسلم هذا له وزنه. في بعض البيوت هذه الأيام هنالك خدم، بعض الخدم من غير المسلمين، البعض منهن أسلمنا لحسن أخلاق الرجل والمرأة في المنزل، كن علويا في سلوكك. انتهى الحديث. كيف ننزل من هذا المنبر الشريف ولا نعرج على ذكر صاحب هذه الليلة، علي المسجى هذه الليلة، شد جرحه بعصابة صفراء لا يميز بينها وبين صفرة وجهه، نزف زمن كثيرا في صبيحة هذا اليوم، أصيب بتلك الضربة القاتلة. ولكن أقول كلما ينظر علي إلى الحسن والحسين هكذا أتوقع، أمر رواية، ولكن كلما كان ينظر إليهما وإلى العباس أن تستبعد أنه كان يوصي بابنته خيرا لزيد. يعني أنتم تتحملون يا أبا محمد يا أبا عبد الله، أنتم رجال أيها العباس أنت رجل، ولكن هذه السيدة اجعلوا عينكم عليها.
وعملوا بوصيتي. عندما أرادت أن تخرج من المدينة ركبوها وصيلة السفر، عندما نزلت كربلاء أنزلوها من الدابة معززة مكرمة. الحسين عليه السلام يوم عاشوراء خصها بالوداع الأخير، عندما ضمها إلى الصدر كفكف دمعتها. نعم، ولكن أقول أيها المحبون، يا من جئتم لإقامة ذكر علي في يوم عاشوراء، ما كان حالها؟ أقلب طرفي، لا حمي ولا حمار سواها فوات الصوت من فوق أضلعي. هذه الأبيات قلما قرأت في مجلس إلا ورقت له القلوب. شهر رمضان يا للقدر، مجلس علي عليه السلام. ماذا كانت تنادي أخاها الحسين؟ شمر الخنا بالسهط كسر أضلعي. هذه شكواها للحسين عليه السلام، ماذا كان جواب أخيها بلسان الحال؟ طبعا أنعم جوابا يا حسين، أما ترى شمر الخنا بالسوط كسر أضلعي؟ فأجابها من فوق شاهقة القنا، قضي القضاء بما جرى فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى واصنعي. بينما هي كذلك نعرج على ذكر اليتامى، أول يتيمة أقبلت بكاء اليتيم يهتز له العرش، فكيف بيتيمة الحسين وهي مرتمية على صدر والدها؟ أبا يا أبا، من الذي أيتمني على صغر السن؟ أبا يا أبا، من الذي حز وريداك؟ يقولون اجتمعت عدة من الأعراب جروها عن جسد الحسين. يا هلالا لما استسم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا. كلمة أخيرة، لسان حال الزينب يعني حسين، أنا أتحمل الأسر والأذى، ولكن فاطمة الصغير تكلمها. معنى هذه الجملة، هذا البيت يعرفه النساء أمهات الأيتام في المجلس، فاطمة الصغير تكلمها، فقد كان قلبها أن يذوب. إلهي بالدماء السائلات، إلهي بالرؤوس المشالات، إلهي بالشفاه الذابلات، وبصريع هذه الليلة أمير المؤمنين تقبل مجلسنا، أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا